أهلا بيكم الدرس الرابع من الوحدة الثالثة مصر والصراع العربي الإسرائيلي. وقفنا مع بعض مع صدور قرار مجلس الأمن 338 بوقف الأعمال الحربية وبداية التفاوض. الصراع العربي الإسرائيلي هيفضل متواصل لحد 1977. التفاوض مش هيجيب نتيجة، وإسرائيل ما كانتش جادة في التفاوض، عشان كده هتبدأ دعوة الرئيس السادات بإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بطريقة سلمية، ويقرر يزور إسرائيل في 1977. القرار اللي خده الرئيس السادات هيكون صادم جدا لإسرائيل اللي ما توقعتش إن الرئيس السادات هيطلب زيارة إسرائيل، ولكن الرئيس طلب الزيارة ونادى بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة، ودعا لمساندة الدول لي في تحقيق السلام الدائم بعد سلسلة الحروب اللي خسر فيها أو استنزفت الموارد البشرية والمالية للدولة. وكانت نتيجة لزيارة الرئيس السادات تمهيد الطريق أمام إسرائيل لقبول مبدأ التفاوض. يبقى النتائج المترتبة على مبادرة السادات لزيارة السادات إسرائيل تمهيد الطريق أمام إسرائيل لقبول مبدأ التفاوض مع الأطراف المعنية. عشان كده أدعو عندنا الرئيس الأمريكي كارتر، الرئيس محمد أنور السادات، ورئيس وزراء إسرائيل منحام بيجن لعقد اجتماع في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية. هيدعوهم هما الاثنين ان هما يحضروا عنده في كامب ديفيد عشان يبدأ يتفاوض في مسألة السلام. النتيجة لمؤتمر كامب ديفيد التوصل لإطار اتفاق أو معاهدة للسلام بين مصر وإسرائيل. يبقى نتائج مؤتمر كامب ديفيد التوصل لإطار اتفاق للسلام بين مصر وإسرائيل. بالفعل بيتم توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل في مارس 1979 بمشاركة أمريكية. المعاهدة بالنسبة لنا أول شروطها انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء، 2 إنهاء حالة الحرب وحل المنازعات بطريقة سلمية بين مصر وإسرائيل، 3 احترام كل طرف سيادة واستقلال الطرف الآخر، لأن كل دولة ليها حدودها تحترم استقلالها وسيادتها، كمان إقامة علاقات ودية سياسية اقتصادية ثقافية بين الدولتين، يعني يبقى في علاقات سياسية بين مصر وإسرائيل، علاقات اقتصادية وكمان علاقات ثقافية، 5 إقامة منطقة محدودة السلاح على جانبي الحدود اللي هي زي قوات عندنا الدولية، منطقة بتكون فيها عدد معين من الأسلحة والقوات دي اسمها منطقة محدودة السلاح، كمان احترام حرية الملاحة في الممرات الدولية، إن مصر بعد كده ما تقومش بمنع إسرائيل من العبور في ممراتها الدولية زي قناة السويس والخرجان. كمان هيبقى عندي البدء بمفاوضة مفاوضات لإنشاء حكومة ذاتية للفلسطينيين، دلوقتي الفلسطينيين المتبقي من أراضيهم كانت الضفة الغربية وقطاع غزة، فهم عايزين يعملوا لهم حكومة ذاتية فلسطينية يعني منهم. آخر حاجة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 242 اللي هو بينص على الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة. النتيجة على معاهدة السلام في 79 تم رفع العلم المصري فوق سيناء في 25 إبريل 1982، واستعدناها كلها ما عدا جزء واحد، منطقة طابة اللي موجودة عندنا على رأس خليج العقبة. بدأت تتكلم فيها إسرائيل إن هي خاضعة لحكمها،
طبعا مصر قالت ان هو جزء من اراضيها وان مش هيتم التنازل عنه. عشان كده بتبدا مصر تلجا للتحكيم الدولي. لما حصل خلاف على تعيين مكان حدود طابة وحصل اختلاف بين مصر واسرائيل في الحته ديت، اتجهوا بقى لتحكيم دولي، الهيئه التحكيميه الدوليه اللي هي محكمه العدل الدوليه. والمحكمه ديت هتبدا نتيجه الخلاف اللي حصل انها تنظر في القضيه، ونتيجه الكلام دوت هيتم اصدار قرار من محكمه العدل الدوليه في سبتمبر 1988 لصالح مصر واعاده طابه الى السياده المصريه في مارس 89 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. يبقى احنا لما تم اختلاف على تعيين العلامات الحدوديه اتجهنا لمحكمه العدل الدوليه اللي اصدرت قرار بان الارض دي تعاد الى مصر هي طابه، وان القرار تم صدوره في 88 وتم تنفيذه في 89 في مارس، ورجعت في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. بالنسبه لي باقي حل القضيه العربيه الاسرائيليه، مصر رجعت ليها اراضيها، بس رغم دوت مصر كانت بتدور على صالح باقي الدول. عشان كده شاركت في مؤتمر مدريد للسلام في 1991، وكانت مصر مشاركة جدا بفاعلية في المؤتمر ده اللي حصل في العاصمة الأسبانية برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا. والمؤتمر ده دعا لحل الصراع العربي الإسرائيلي على ضوء قرارات مجلس الأمن اللي هو القرارات اللي تمت 242 و338، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، الأرض مقابل السلام. كمان هيتم حدوث عندي اتفاقية اسمها اتفاقية أوسلو. الاتفاقية ديت هتم فيها التفاوض ما بين عندنا إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيني. منظمة التحرير الفلسطيني هي المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية، ودي كانت نتيجة مؤتمر مدريد. لما حصل مؤتمر مدريد كنتيجة لي حصل تفاوض سري بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيني اللي ترتب عليه أن هيتم توقيع اتفاقية أوسلو. الاتفاقية دي هتكون برعاية أمريكية، وحصلت في سبتمبر 1993 وحصلت في واشنطن. نتيجة الاتفاقية دي بيبدأ تسترد فلسطين جزء بسيط من حقوقها. مصر كان دورها ايه في الاتفاقية ديت؟ ان هي ايدت جميع قرارات الاتفاقية اللي تعلقت بالانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة واقامة سلطة وطنية فلسطينية. يبقى ايدت مصر الاتفاقية، والاتفاقية كان فيها قرارات بتتعلق بالانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة واقامة سلطة وطنية فلسطينية. طب ايه الهدف من اقامة سلام مع اسرائيل؟ او ايه هي مميزات تحقيق السلام وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي؟ اول حاجة اختيار السلام بدل الحرب، لان الحرب بتستنزف موارد اقتصادية وبشرية. طبعا الاقتصاد، انت مفيش دولة بتبقى بتحارب تهتم بإقامة المدارس ولا المدن ولا تحسين مستوى معيشة الأفراد، كل اهتماماتها هتبقى بالحرب. كمان عندي كثير من الشباب بيموتوا أثناء الحرب، وتعويض القوى البشرية ديت بيبقى بيحتاج سنين يتم تعويضها. فالسلام بالنسبة للدول العربية هيساعد على الاستقرار الداخلي، كمان هيدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح البنية الأساسية. تبدأ الدول تشوف ايه النواقص داخل الدولة وتبدأ تصلحها، تبدأ تطور من نفسها. كمان بتشجع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على الاستثمار في مصر والدول العربية. مفيش استثمارات بتتم في الدول اللي فيها حروب. رابع حاجة هتنشط حركة السياحة، والسياحة دي هتؤدي لزيادة الدخل القومي وتوفير عملات أجنبية.
آخر حاجة، إقامة المشروعات وتحقيق التنمية في مصر والدول العربية في المنطقة بشكل عام. بكده نكون خلصنا درسنا، نشوف بعض الدرس.